السلام عليكم ورحمة الله. تابعي الصفحة، انتم ايش حالكم؟ جاك لباس عليكم، وايش حال مقيلكم اليوم؟ معه من احد ولا؟ ايوه، خاطر نعطيك مخباره، نعطيك مخبار المحاكمه الدحميس واللي اللي طرا فيها. وسابق ذاك رانا معزين بوفاه المواطن محمد لمين اللي توفى اليوم، ومظاهرات وبقى نشيت قبيل خبر على ان وزير الداخليه قدم تعزيه باسم الرئيس الفقيد، وقدموا ملي تعزيه عن جوب المرحوم. هذا في اطار تفاعلات القضيه اللي قامت بعد مقتل مواطن بعد اعتقال الشرطه. ايوه، المحاكمه اليوم. والعبد العزيز كيف ما تعرفوا من يامس ما جاوبوا محامين الحق العام، لانه حاس انهم اخطر يجاوبهم وتوب، التزم الصمت. واليوم كما تعرفوا عاقب ذاك الرفع اللي خلق، رفع للجلسه اللي خلق عاقب الخلاف بين واللي شدوا رئيس المحكمه، عقبت ملي ارتفعت وفقتها الطبيعي دائما من يعود الظهر لا ينعطى وقت للناس تتقدم، منها لا يصلي ومنها لا هي يؤخر قدامي شوي وترجع. رجعت اليوم في الفتره المسائيه بقول لعبد العزيز لا يتكلم، الرئيس السابق قاعد يتكلم وطلب الاذن من عند القاضي ذاك اعطاه له، قال باطن ولا هي، قال يعني الهدف من كلامه هو الرد على هذه التهم اللي ولف قتله، هذا الكلام اللي من يامس ماشي على وذنه من محامي الحق المدني، محامين الدوله اللي ابي يجاوبهم. وقالوا القاضي ان ذاك عنده وقت اخر، اشبه وقت اخر، ورجعوا لعبد العزيز للقفص، قفص الاتهام. وتم استدعاء الحدامين، يحيى الحدامين الوزير الاول السابق، وعدلوا معاه جلسه. وعلى كل حال كانت جلسه مستقره فيها اسئله واضحه، اجوبه مملي وتحضير من طرف الوزير الاول السابق. وسولوه فتره ملفات مهمه، سولوه قضيه المطار اللي بتنا عاد مزاعجكم الصوت لنفتح شوي الرياح. سولوه الى عاد اللي الى قضاه المرايه لا يخلق ضجيج كبير، قولوها لي باش تموا سامعين الصوت، على الاقل نطلع المرايه المتواليه قدرهم. لكن نبهوني عليه اني نعود هو الخالق. سولوه في ذات ملفات الراجل، سولوه قضيه المطار، سولوه قضيه انار، سولوه قضيه المدارس، وجاوبوا عليهم الثلاثة. وزاد عليه بشيء ظاهر له هو، سولوه في قضية المطار وقال لهم المطار حقيقة احنا كان عندنا مطار قديم وصغير، حقيقة في الفترة الأخيرة عدت انت يا الدول الأوروبية ما نقع باقية تمشي شور ورحلات قاطعوا حكما، اللي هما الدول المتقدمة اوروبا والدول وامريكا، وهذا قالوا عنهم ان هذا المطار ما تلقى ينطبق عليه الشروط ولا تلم اللي امن، خصوصا عاقب طائره الصنادره اللي تعرضت فيه الحادث مثلا انه ما تلقى. من كنت يا موريتانيا تفكر دائما بانك تبني مطار جديد، منها التطور اللي خلقه موريتانيا، ومنها الرغبه في بناء مطار اكثر امن وخارج بيد زحمة الدشرة. وإن كانت فيهم عروض صينية وألمانية وروسية، كانوا صنع لها مباحثات وشد أخبار من إلى عادي قد يعدل، إن الروس كانوا عاطين مليار، وهذا اللي عنه يقصد بها من عارف، كانوا الدولار.
وان كنتي يا الصين كنتي ملي تروقي نوع من المقايضه فيه اني نعطى لهم الحديد بسعر ثابت زمن معين وعودوا يبنوا مقابل مطار لموريتانيا، والسعر الحديد ذيك الساعه طايح، بالتالي معناه انك انت الصيني لا قبضتيه بذاك السعر زمن، لا يتعود مثلا يطلع السعر وعاقب ذاك ولا تستفاد منه موريتانيا. ندرى كان واضح لكم، وان في ذاك الاطار جاء التفكير بمقايضه، شي نبت انها مثلا صفقه وتوف، ما هي قاع صفقه، انها اتفاق وتوف مع شركه موريتانيه، ان التراب كانت لا تنعطى في موريتانيا، تنعطى بالهكتارات اراضي زراعيه وتنعطى الكذا، وان تم مثلا النموذج الموريتاني في ذاك انه خلق اتفاق بين شركه موريتانيه والدوله على ان يبتنا مطار. هذا من ركانكم فهمتوا، هذا هو تفسيرك انت والحد مين للطريقه اللي متشبيهه في اتجاه ان يبتنا مطار بالطريقه. ايوا سولوه عن انار وقال على انها خلق فيها فساد من ناحيه، وان هو كان مدير ATTM وطورها لين دخلها مالي وعاد تعدل شغله فم، وعاقب ذاك خلق تفكير وخلق عجز في الشركه وخلق تفكير على مستوى نكته يا الرئيس، اظهر لك ان يندمجوا الشركات الثنتين بدلا من تتم ميزانيه الدوله تنفق عليهم انهم يندمجوا. وقلت انت لحد مين انك اللي عندك اللي مانك متوافق مع الرئيس قبالي في ذا اللي ماشي فيه، يا غير عقبتي لين مع الوقت اقتنعت وخلق دمج للشركتين، وهذا هو اللي وسوى قضية المدارس، قالوا له انت المدارس بيعها، قال حق انه هو تلقى استشارة من الرئيس، قال له الرئيس ان هذه المدارس ماتت مثلا في مكان مناسب بها الاسواق والله بها الزحمة، وانهم اللي كثافة اللي تجيها من التلاميذ قلال، وانك انت لحد مين وقفت على ذاك وقفت على المدرسة وخرصتها وشفت ذاك اللي معدل فيها وشفت قاع ان الفصول الحضور فيها اللي عادي حتى، وان جا ذاك القرار وعدت له لجنه وخاض على ذاك كامل كيف قضيه انير، خاض على الاجراءات القانونيه جاء الله يوفق عليها، وخلق فيه ذاك اللي خلق مثلا المعروف عندكم كانين بيع المدارس وخلق مزادات علنيه وكذا. زاد الصاع لذبشي قال انه هو حارب الفساد، قال انا عدلت خطوات لمحاربه الفساد، منها قضيه تفعيل التفتيش، تفتش المسؤولين ويفتشوا الشركات، وذاك لا جاب نتيجه، وانه اطلع على قضيه البنوك، وانها كانت البنوك الموريتانيه قد منين تعود نهايه السنه تشبهها بانها تقول انها كل سنه مثلا انها مفلسه خوف من تطي الضرائب وتطي ذاك اللي عليها، وان ذاك خلق فيه قرار تم التنبيه البنوك عليه وتم التحضيض عليهم انك يا انت البنك يالطك تعدل شغلتك ويالطك ملي ذاك اللي تستحق عليك الدوله تطيلها، انه لا نقاش فيه، ان هذا نوع من محاربه الفساد، وان البنوك تحولوا من ماده تقول انها كل سنه مفلسه لانها عاد تدخل قريب من 6 مليارات من لقيه لخزينه الدوله. هذا ما ادري كانكم فهمتوه. وانه شوف ملي قضيه مصانع مارو اللي كانت تتعامل معاهم الدوله تشتري من عندهم الكيلو 200 لقيه ويقبضوه بيهم الموزعي ولا يقشروه ولا ينظفوه، بالتالي يعود اثقل في الوزن، انك القضيه وطالع عليها وانه طالع عليها من خلال الدوله وانكشفت وارتفضت، وانه ملي قطين جبر الشركات الوطنيه المهتمه بالتموين قطين جبر عندها اطوان من ذاك مارو الخاسر وانكشف. هذا مدري كان واضح ولا ما واضح. وتميزت المداخلة عموما بالاستقرار، اي تهم التهم اللي، وقال هو على انه يشعر انه مستهدف، انه حارب الفساد وانه يشعر انه مستهدف، انه مرحلة معينة يسول عنشي كوزير اول ما وسولت الناس لدونه، وفترة معينة يسول عنشي هو وزير ما وسول الوزير الاول في ذيك المرحلة، شي ذنبته؟ مشات المداخلة في ذا السياق. ايوه هذا كأنه جلسة افتتاحية لاستنطاق وزير الاول السابق ولحد مين كأول متهم مشمول في الملف يتحدث بعد الرئيس محمد عبد العزيز رئيس سابق. ومشات الجلسه في سياق مستقر عموما، اجوبه اسئله واجوبه في الملفات الثلاثه اللي قدمها. عاقبها قال القاضي انهم يكتفوا بهذا الحد
من الأسئلة، وأنهم لا يرفعوا الجلسة بما مفاده أنها إلى أجل غير مسمى. وشرح ذلك قال به الاثنين من مستشارين المحكمة لا يشاركوا في الدورة الجنائية التي تنفتح يوم 5 يونيو. الدورة الجنائية ما راكم تعرفوها، نعقد دورة جنائية معناها في ياسر من الملفات اللي كان يجمع في العدالة، وتفتتح له دورة جنائية كاملة تندار فيها الملفات كاملة، يحاكموا أهلها وينطرسوا، تعدل سنويا، تعدل قاعد عنها أكثر من مرة. أيوه هذا من دركانكم فهمتوا. والمستشارين المحكمة اثنين منهم في الدورة الجنائية، هذا اللي ينضيفوا عليهم ملي، لكن قالوا المحامين ان قاضي قاع رئيس المحكمه من راسه لا يحج، واذا بعد حصل منه ان رفعت الجلسه لاستئناف استنطاق المتهم يحيى والحدمين في اجرين ستقرره المحكمه، جاي مازال في الطريق. هذا هو كان خلاصه اللي خلق الدحميس. انا صامل عاد الدحميس تلفن لي حد ونهاراتي تلفن لي، والله من يامس عندي عنه، والله من اليوم على الصباح يكتب لي وقال لي انه عنده كتاب يختار يهديه لي. والطريف انه عقب المحكمه عقب الشغله اليوم تميعدنا عند وزاره الخارجيه، اللي انا جاي البلد ما هو بعيد من ذاك، هو مالي جاي من، انا جاي من كبيتال وهو جاي من شور طريق نواذيبو، وتميعدنا عند وزاره الخارجيه، هذه هي وزاره الخارجيه، تميعدنا عندها. والطريف على انه الكتاب اللي اعطاني هو هذاك الكتاب، قال لي انه جلا يامس الموريتان وعليه صورة وزارة الخارجية موريتانيا الامل الموؤود، هذا كاتبه دبلوماسي موريتاني، هذه هي معلومات ولا اياك تقراوها، ما نعرف كانها واضحة لكم. هذا محمد السالك محمد لمين شغال، هو خريج مدرسة الوطنية للإدارة في موريتانيا عدة وظائف، حيث كان رئيسا لقسم الأمم المتحدة وزارة الخارجية ومستشارا أول في نيويورك ثم سفيرا في جنيف قبل أن يعين وزيرا للشؤون الخارجية في الحكومة التي شكلت غداة الانتخابات الرئاسية المنظمة في مارس 2007. والأطرف من ذاك أنه أول شيء قريته هو هذا الورق من الكتاب، قريت منه هذا لأنك أنت الربيع العربي انطلقت في موريتان في فترة ما بين 2006 و2007، وهذه هي أكثر ذكرى مقدنا. سمحوا لي هذاك معكوس للأسف الكتاب، لأن أنا اللي عليكم الكتاب ينقال له موريتانيا والأمل الموؤود، وكاتبه محمد السالك والمحمد لمين، قالوا كانت خالقة النسخة الفرنسية منه، وعلى أن هذه نسخة بالعربية وصلت موريتانيا لا يامس، وعطوني منها نسخة يقير لا منين قريت ان انطلق الربيع العربي في موريتانيا في فتره ما بين 2006 و2007، جيت متعاقب انا والكتاب، متعاقب انا وصاحب الكتاب، انا ظاهر اللي يعني اذا عاد خلق شيء من الربيع العربي والله دسمت منه موريتانيا شوي، كان ذاك 2011 2012 ذاك هو اللي دسمت من موريتانيا شوي من الربيع العربي. مع على كل حال اختلاف وجهات النظر في تقييم قاع الربيع العربي من راسه، مدى ايجابيته مدى سلبياته ومدى الافكار اللي انطرحت فيه. على كل حال راني مثلا باط الكتاب مثلا قايل لكم باط نوصل لموريتان وندور نقراه نظرا لتجربتي صاحبه، ونظرا ملي عنوانه للامل الموؤود، هو يتكلم عن الدبلوماسيه، يتكلم عن بعض اسرار الدبلوماسيه الموريتانيه وتعاطيها، ويتكلم عن تجربته الشخصيه. وعلى كل حال الكتاب يستحق القراءه. ايوه الى عاد اللي فهم سؤال عجلان، الحمد لله الوقت ما وحامي واحنا في متسع من امرنا، الى عاد اللي فهم سؤال عجلان لا تطرحوه عليا نقدر لنا نستقبله وراه. والحد مين قال اعلن موريتان ذيك الفتره في طار كلامه عن الفساد تكلم عن قضيته، قال اعلن مداخيل موريتان انها ما كانت تدخل، لان السفارات كانت لا تعيت تتلثم على شيء من ذاك اللي تدخل من الفضاء، والمداخل معابر نواذيب وروس لا كان يعني يخلق فيهم شيء، منك انت المسؤول والله المسؤولين والله الناس المشرفه على ذاك اللي ما تعطي اخبار ذاك اللي يدخلها حتى، ولذاك لا نعرف له شيء. والسفاره مثلا كيف سفاره فرنسا عادش ما ذاك تمشي الفضاء،
اللي هذا قاعد يدخلها من فيزانو يكفيها. على كل حال هذا هو كان جزء من كلامه في طار كلامه هو عن انه كان يحارب الفساد. ايوه كيف كانت معنوياته؟ اعتقد انها كانت مستقره عموما. ابني جديد في القضيه الشيخ محمد. الشيخ محمد رانا ما لنا قابلين منك ذا النوع من الاسئله به اللي هذا سؤال عام. ابني جديد في القضيه رانا وتوفى منبه هناك على السؤال ثم اطرح علينا اسئله تعود كاتبه بيدك العربيه اعطيها عنايه. موقفين ده ينطرسوا. هذا السؤال محمد لمين عبد الله الرباني اعتقد هذا صح حق والله. هي محمد لمين عبد الله الرباني قال موقفين هل ده ينطرسوا. السؤال اللي طرح بانيه يبدو انه على نقاشنا اللي خرج اليوم قلنا اعلن من يامس وقفوا المحامين وقالوا للقاضي قالوا له احنا سمعنا انك لا يتحج بالتالي لا يتعلق المحكمه الى حين عودتك اختيروك اذا عدت لا يتحج ما تخلي المتهمين محبوسين بهم اللي فيهم واحدين اللي هم من ساعة بدأت المحاكمة وهم ينجروا وحاضرين الاستنطاقات. مش هي فرن دوكو عفوا؟ اي تو اكسبورت هما اللي المدير ماشي المدير اللي فرن دوكو انا ماشي له هو شو بيعرف ايه فيسبوك استغفر الله كنت نقول لكم شنو هي لانه اذا عاد لا يمشي يلا لجميع المتهمين ما يتموا معلقينهم ومعاهم لين يرجع انه يطلصهم بعد على الاقل لين تعود يعيط له وتعيط له المحاكمه مره اخرى، بالتالي مو باني سؤاله على عبث. لكن راكم فهمتوا ايوه. يقير عقبه ما ذاك لابد من قرار المحكمه والمحكمه قالت ذاك ما افتات فيه. ذاك عبد قال القاضي يامس انه لا يجاوب فيه، قال ما جاوب فيه يامس ولا جاوب فيه اليوم، بالتالي يبقى معلق انا كيف تجلس. تعرض للمضايقات في المحكمه. على هذا المجهود لا ما قد تعرضت المضايقات في المحكمة حمود أحمد الدين ما قد تعرضت المضايقات في تبارك الله إلا ندخل ونفتش كيف الناس كاملة وندخل ونغطي المحكمة ما عندي أي مشكلة سوشينا إلا قط النهار الأول خلقها ميش شوي بيني أنا والناس اللي البوليس اللي قدامي بدونهم ما عرفوا الاسم ولا الهوية وخلق خلاف ورفضت أنا أني يكون ندخل وقامت الناس معي على فيسبوك يجازيهم بخير وعقبوا استجابوا جاءت توصيات من السلطات على النيال طيلان وخلينا ندخل بدلا من يعيط الوحدين اخرين قاع ما هم معنيين ولا مهمين في الصحافه ولا مؤثرين ولا يعرفوا من العداله اللي تغطى وقاع امورها وتوخر قام ميش على ذاك في البدايه النهار الاول من عاقبه تبارك الله ما قطريت مكدر الا ندخل بالمحكمه وغطيها ولا قط حد ضايقني شو سوشن ايوه كل ما قاله الحد مين اكاذيب وتكتم على الحقائق هذا عبد الله والعمار على كل حال هذه وجهه نظركم هذه وجهه نظركم على كل حال انا ذاك من الراي والموقف ما هو عندي انا كصحفي ننقل الاخبار وتوفوا اللي يخلي يحيى عزيز لا ينطلصي انت على كل حال ذاك انا ماني هو اللي نفتي فيه اكتفتي فيه المحكمه الموقره هي تلقى قرار بذاك كانوا ينطلص كانوا نحبس كانوا يستجوب كان هذا قرارات محكمه هذه محكمه جنائيه للفساد مفتوحه. شكرا جزيلا على كل حال لا نستسمح منكم يلي لهن قيم طلع لي رقاجه من اصدقاء شارع لي ضرك ما هو بعيد من المكان اللي موقف فيه بالتالي لين توادع انا وانتم لين وقت اخر ان شاء الله ونعودنا نتوسعوا في الاسئله الوزير واللي جاي ما جاء للادلاء بشهادته لا لم ياتي بعد واللي جاي ما فات تم استدعاءه للشهاده ربما في وقت لاحق العائله الرئيس تحضر كل الجلسات حافظ عبد القادر على كل حاجه يحضر الكثير من المناصرين وبعض الاهالي ولكن عائله الرئيس اللي يحضر منها في الحقيقه هو اسماء بنت عبد العزيز هي الوحيده اللي تحضر من بدايه المحكمه الى ضرك باقي افراد العائله ما قط جاوا الى عادوا جاوا بشكل سري ما قط علمت بهم ما قط جاوا بشكل معلن نهائيا. اذا يعطيكم الصحه شباب وربي يحفظكم ان شاء الله وفرصه سعيده.